هسألك أسئلة وتقولي لي غلطة وندمان عليها ولا بالنسبة لك عادي؟ أوكي يلا. فستان البطانة غلطة وندمان عليها ولا؟ غلطة ندمان عليها مش قوي يعني. عشان أبقى صريحة مش قوي يعني. عشان أعمل ترند. لا هي ما كانتش مقصودة كده بس خلاص اللي حصل مش ندمانة قوي يعني. لأن أنا كنت شايفة أنه عادي بس هي الناس اللي ما شافتوش عادي. سمحت الأزواج يستغلوني ودي غلطة وندمان عليها. طبعا. أكتر واحد استغلك كمين؟ الجوازة التانية طبعا. الجوازة التانية استغلك إزاي؟ استغلني ماديا بشكل مش لطيف ودفعت الثمن يعني. طيب دفعت الثمن غالي يعني. إيه بقى؟ خسرت كل فلوسي تقريبا. مش تقريبا خسرت كل فلوسي ودخلت في مشاكل. كنت تصرفي عليه؟ لا كنت يعني عاملة فيها الشهمة اللطيفة اللي هتساعد جوزها وتقف مع جوزها عشان يعمل مشروع فطبعا لبست في حيط. ياه. المشروع راح فين؟ لا ما كانش فيه مشروع دي كانت نصوايا كبيرة. كان بيحول؟ خلاص بقى اللي حصل حصل. انت عمرك ما قلت المعلومة دي قبل كده؟ لا يعني خلاص الموضوع عدى عليه كتير دلوقتي كنا في 2011 فخلاص نسيت الموضوع أصلا. بحاول أنساه يعني. بس اتعلمت منه. طب ليه ما رفعتيش قضايا تاخدي حقك؟ بصي يعني موضوع كبير، الموضوع فيه تفاصيل كتير وكبير وهو وداني في حتة تانية خالص فيعني أذاني في حاجات تانية خالص وأذاني في ولادي كده فيعني مواضيع دخلت ده أخدت منحنى تاني خالص. أخطر سؤال. دلوقتي وقت أخطر سؤال. يا مامي هو كل اللي فات ما كانش خطير؟ اوكي اللي عدى حاجه ولا جاي حاجه تانية؟ تمام اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. خضتني. لازم تلبس اسود ودقنك سودا وبقك اسود وكده. أخطر سؤال. القدر ما كانش رحيم بيكي يا رانيا. في يوم صحيتي من النوم على خبر حادث عربية بناتك، جريتي على المستشفى، قلبك هيقف، الدكتور بص في الأرض، للأسف محتاجين زرع قرنية وانتي أم. خياراتك كالتالي: تتبرعي الواحدة فيهم وواحدة لأ، تتبرعي لكل واحدة بقرنية بس للأسف انتي مش هتقدري تشوفي تاني. القرار صعب؟ لأ القرار مش صعب خالص أبدا أبدا. أنا أتبرع لهم بعناية وبقلبي وبكليتي وكل حاجة بعمري كله يعني. لا خالص دول النور عناية يعني. فلا قرار مش صعب أبدا بس أعوذ بالله ربنا يكفينا شر. أكيد طبعا يعني الشر. مش حد أغلى من بناتك. ده حقيقي ده حقيقي. أغلى من نفسك طبعا. أغلى من كل حاجة في الدنيا بناتي ربنا يخليهم لي. أنا عايشة عشانهم أساسا. بس فكرة أنك تعيش في ظلمة. لا مش حقيقي. مش شرط كل اللي بيشوف يبقى اللي كل يعني اللي بيشوف يبقى بيشوف صح. ساعات الواحد بيبقى شايف بس أعمى مش شيء ما عندوش بصيرة. الشوف مش بالعينين، الشوف بالقلب بالإحساس بحاجات كتير. ليه توترتي عشان المشهد مش حلو. لا إن شاء الله ربنا يحفظهم يا رب ويبعد عنهم أي حاجة. تحبي نطلع فاصل؟ طيب لا أنا تمام. نرجع تاني؟ يلا. لا تمام نرجع تاني الغلطة وندمان عليها؟ يلا يلا بينا. أوكي. جوازك من راجل أصغر منك بأربع سنين كانت غلطة وندمان عليها؟ طبعا طبعا. بس أنا ممكن أتجوز واحد أصغر مني بعشرين سنة لو كان كويس. أنا قصة السن والأعمار دي ما أنا اتجوزت أبو البنات وهو أكبر مني بثلاثين سنة وكنت بحبه جدا واتطلقت منه وأنا بحبه باي ذا واي يعني. أنا عملت خلع واتطلقت وفضلت أحب محمد بعديها مثلا بشوية يعني ما عرفتش أخرج من محمد بسهولة. كنت بتحبيه؟ جدا. محمد راجل محترم جدا. يعني انت اتجوزتي محمد عشان خاطر الفلوس؟ فلوس ايه؟ محمد حالته فلوس. فلوس ايه؟ والانتاج والشهرة ولا حبيتيه؟ شهرة ايه يا حبيبتي؟ انا كنت بشتغل ويعني معروفة الى حد ما كنت لسه في البدايات. بس انا ما اتجوزتش محمد لا عشان شهرة ولا عشان فلوس. ما انا بقول لك انت عمرك شفتي واحدة اتجوزت منتج 12 سنة بعد ما اتجوزته بسنتين راح انتج لطليقته؟ يعني شفتيها حصلت بره او جوه او في اي حتة؟ خالص. انا كل ده ولا يفرق معايا، لا فلوس تفرق معايا ولا شهره تفرق معايا. انا في حاجات في الحياه اهم عندي انا من كل الدوشه دي بالنسبه لي دوشه.
لكن الحياة والإنسانيات الموضوع تاني خالص. أنا عندي حاجات كده في دماغي إنه محدش مثلا يبقى له فضل عليا، محدش يديني فلوس، محدش فاهمة قصدي، في حاجات كده عندي أنا ما ثوابت في حياتك. آه مش ما فيش حاجة اسمها شهرة، أنا هعمل اسمي باسمي بنفسي وده اللي حصل الحمد لله، هعمل فلوسي بنفسي ده اللي حصل الحمد لله، مشواري أو شغلي أنا اللي عملته بنفسي، يعني في عندي حاجات كده ما بتدخلش في بعض. فأنا محمد كان بالنسبة لي بحبه، راجل عشرته حلوة، دمه خفيف جداً، easy going، ملوش طلبات في الحياة. احنا اختلفنا بعد 12 سنة عشان النصيب خلص، مش اكتر ولا اقل، لكن انا عشان اطلع من محمد قعدت شوية unstable يعني.